الخير سميرة، صباح الخير عليكم. اليوم غادي نعتنيو باليدين ديالنا وغادي نشوفوا واحد الطريقه باش تبيضوا اليدين. فغادي تشوفوا هذه الطريقه هذه، فمن المره الاولى غادي تبان لكم النتيجه. على غادي تحتاجوا عندنا ثلاث مراحل. المرحله الاولى وهي الحليب، الحليب اللي معروف فيه لاسيد لاكتيك، فهو فيه هاد لاسيد، هذه هي اللي كتكون كتبدا تبيض الجلده ديالنا. من بعد غادي نديروا مقشر اللي غادي نستعملوا فيه السنيده والحامض، ومن بعد غادي نديروا واحد التبييض اللي غادي يكون بالخميره وغادي يكون بالحليب بودغ دونك غبره، وغادي نديروا فيه الماورد. اولا غادي تاخذوا يديكم، غادي ديروا حليب كامل، دونك غتاخذوا واحد الشيته كدوزوها، كديروا الحليب بحال هكا على يديكم، وكتخليوا اليد ديالكم مرقده بالحليب 15 دقيقه. دونك هما غيكونوا اليدين بجوج، انا اليوم كنوريكم، دابا غادي نوريكم غير يد وحده، ما غاديش يبان لكم النتيجه حيت خصكم الوقت كثير. دونك غادي تخليوها 15 دقيقه، من بعد كتشلوا بالماء، غادي ندوزوا المقشر، غادي ناخذوا المقشر، غادي ناخذوا فيه معلقه كبيره ديال سنيده، غادي نديرها شويه عامره، وغادي ناخذوا العصير ديال نص حامضه. حنا كنعرفوا بان السكر مقشر، وكنعرفوا الحامض بانه كيبيض في نفس الوقت. دونك دائما غادي ناخذوا هذيك الشيته ديالنا، غادي نديروها بحال هكا على يدينا، غادي تخليو هذا المقشر مده حتى هو 15 دقيقه، وكتخليو على اليد ديالكم. من بعد ما كتفوت 15 دقيقه، داك الحامض غادي يدير داك الفعاليه ديالو، فغادي يبدا يحيد لكم، يبيد لكم داك البقع اللي كيكونوا عندنا في اليدين. غادي نخليو 15 دقيقه، ومن بعد غادي نعاودو نشلو يدينا، وغادي ندوزو من بعد المرحله الاخيره اللي هي فيها الخميره. غادي تاخذوا الخميره اللي كتكون بحال هكا، كتكون دونك غبره حبيبات، وغادي ناخذوا الحليب اللي هو كيكون بودغ، دونك حليب بودره، وغادي نزيدوا معاه الماورد. هي باش غادي نفزقوا، باش غادي نديروا اون بات. شنو غادي ناخذوا؟ غادي ناخذوا معلقه كبيره ديال الخميره، معلقه كبيره ديال الحليب بودره، وغادي ناخذوا معاهم نديروا الماورد. عينكم ميزانكم، حتى كتجيكم اون كريم. هنا غادي نجربوا بثلاثه ديال المعالق صغار ديال الماورد، حنا كنعرفوا الحليب الفعاليه ديالو حتى هو في التبييض، وكيفاش كيصفي اللون ديال البشره ديالنا. غادي نزيدوا واحد المعلقه صغيره ديال الماورد باش تجينا اون كريم، باش يجينا ساهل في الاستعمال. ومن بعد غادي ناخذوا دائما هذاك البانسو ديالنا، داك الشيته، وغادي نديروها على اليد ديالنا، دوك كنحطوا هذا القناع، هذا لو ماسك حتى هو. راه كتخليو هاد القناع 20 دقيقة، وغادي تبان لكم الفعالية. دوك كتخليو حتى هو 20 دقيقة، ومن بعد كتشلو اليد ديالكم بالماء دافي،
وغادي تبان لكم الفرق، غادي يبان لكم كبير ما بين يديكم بجوج. دابا انا ما يمكنليش ما غاديش يبان لكم كثير حيت ما درتش الوقت اللي خص، ولكن راه النتيجه كتبان. ممكن نقولوا راه شي شويه باينه على حسب 5 دقائق اللي درت فيهم ثلاث مراحل، ولكن راه النتيجه غادي تبان لكم من الدقه الاولى. يمكن لكم ديروها مره في الاسبوع، تبعوا هاد المراحل هذه قل من ساعه عندكم ديال المكانه، حيت 15 دقيقه و20 دقيقه غادي تشوفوا اليدين ديالكم تحت التنيات اللي كيكونوا حنا عندنا شويه بعض المرات كيكونوا اللون ديالهم غامق غادي يبدا يبيض لكم. فكنتمنى هاد الوصفه هاد الوصفات هادو يكونوا عجبوكم، هاد المراحل فهي سهله، دونك ما بقى لنا عذر باش يوليو لنا اليديدات شويه بويض. شكرا لك ليليان. نمشيو لحظه نختموا حلقه اليوم صباحيه الدوزه مع ضيف مميز، ضيف ليلى الشوي فقره نجوم ونجوم.